لو ريبودك فات عن العقال بعد قال له مشخص تعال لا تطيح شخصيته. ايه يمكن. فشافي بمناحي الحبابي. فالمقصود من هذا انه رحمة بهم وقلت لا تطلع يا اخوي ما امر الله بستره تفطح نبات. فرحمته بهم يا شباب يرجو فيها رحمه الله. اقعد زي الادم يا ابني خليك كذا شخصيه.